السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما رأيتم سابقا في الفيديو لمسعد، تجربة مسعد للسنة الخامسة ابتدائي، ولكن الفكرة نريد أن نوضح. مثلا إذا وضعت بطارية من 9 فولت ولديك لدات تعمل على 3 فولت ولديك موتور يعمل على 5 فولت أو 9 فولت، هنا تكون الإشكالية كيف نضع المقاومة. فلذلك اخترنا برنامج سيركت ويزر ونقوم بهذه التجربة، مخطط للتجربة على هذا السيركت ويزر لكي ننزع تلك التعقيدات أو الأسئلة المطروحة. نضع مثلا كأنها تجربة عملية في هذا البرنامج، نقوم بهذا في هذا البوطن بي سي بي ونضغط هنا، نختار العناصر كأنها في الواقع، مثل هنا كما ترون كأنها بطارية حقيقية. نختار مثلا بطارية 9 فولت، هنا لدينا بطارية 9 فولت ونختار لها موتور يعني يعمل على 9 فولت. نختار مثلا موتور يعمل على 9 فولت، سوف نختار موتور لكي تكون الصورة واضحة. عندما يدور اليمين أو اليسار نختار مثل هذه. هنا لا يوجد مشكل. إذا أوصلنا البطارية مع الموتور، البطارية تعمل على 9 فولت، نختار الموتور نضغط عليه دي سي موتور، نضغط عليه مرتين ونعطيه هنا الفولتاج 9 فولت. هنا عندما نعطيه 9 فولت لا يكون هناك مشكل، يعني تعمل 9 على فولت 9 فولت بطارية لا يوجد مشكل. وسوف نختار المسألة في هذه التجربة، نختار ذلك الزر الذي يقوم بعملية الدوران نحو اليمين ونحو اليسار. سوف نبدأ بالزر. أولا نفتح نختار سويتش الذي يقوم بعملية الدوران يمين يسار مثل هذا. نختار هذا السويتش، لديه 6 أرجل، هنا كما ترون لديه 6 أرجل. في هذه الحالة هذا 6 أرجل، كيف نقوم بعملية أنه يقوم دورا نحو اليمين ونحو اليسار؟ سوف نوصل هذا الطرف مع هذا الطرف والطرف هذا مع هذا الطرف، نترك الأطراف الوسطى التي لا نوصلها، وتلك الأطراف نوصل يعني اليمين مع اليسار واليسار مع اليمين. مثلا هذا سوف نوصله مع هذا الطرف وهذا الطرف سوف أوصله، هذا الطرف سوف أوصله مع هذا الطرف، هذا الطرف سوف أوصله مع هذا وهذا كما ترون هنا. في هذه الحالة أقوم بتوصيل الاثنين الطرفين، الطرفين يعني الطرفين من اليمين أو الطرفين من اليسار، سوف أوصلهم بالمروحة. مهما كان سوف أستعمل الطرفين اللذين على اليمين هما على جهة المروحة. سوف أوصل هذا الطرف أو أوصل من المروحة من هنا وأعطي إلى هذا الطرف الأول، هذا الطرف الأول، والثاني سوف أوصله كذلك، طرف المروحة الثاني سوف أوصله بهذا الطرف.
هكذا لقد أوصلت المروحة في هذين الطرفين وهما موصلين بالطرفين الآخرين، يبقى الأطراف الوسطى سوف أعطي واحد للسالب والآخر للموجب ونرى كيف تعمل المروحة. هذا في الطرف الموجب كما ترون هكذا. عند التنفيذ سوف عندما أضغط على اليمين تدور نحو اليمين، وإذا ضغطت على اليسار سوف تدور نحو اليسار. ها هي تعمل نحو اليمين كما ترون، سوف أوقف، ها هي تدور نحو اليسار، ها هي تدور نحو اليمين وهنا نحو اليسار. هذا القفل الذي لديه ستة توصيلات، يعني هذه ستة توصيلات توصل بهذه الطريقة، وهذه سويتش موجودة وتباع في المحلات. هذه أول خطوة. ثاني خطوة، مثلا أريد أن أضع اللدات، اللد يعمل على 3 فولت، و 3 فولت يعني اختار لد كبير نوعا ما من اللدات الكبيرة، من هذه اللدات سوف أختار لد أحمر ولد مثلا لون أزرق هكذا لتكون هكذا. لقد اخترت لدين، اللد يعمل على 3 فولت ولدي هنا بطارية 9 فولت، يعني يجب أن أنزع 6 فولت. 6 فولت التي أريد أن أنزعها، نحن نعلم أن اللد تعمل على الأمبير من 0.1 ملي أمبير، 0.1 أمبير يعني 10 ملي أمبير، 10 ملي أمبير حتى إلى 20 ملي أمبير. فلذلك نقوم بعملية القسمة 6 على 0.01 أمبير تعطينا 600 أوم. نختار مقاومة 600 أوم أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، يعني تكون تلك وهي 600 أوم، يعني عمليا 600 أوم 700 أوم تعمل عادي، ولكن في هنا في التجربة حتى تختار 1 كيلو أوم، 1 كيلو أوم فهي التجربة تكون صالحة وتعمل عادي، ولكن ربما تكون الإضاءة خفيفة. فلذلك نختار المقاومة 1 كيلو، نختار مقاومة 1 كيلو، ونختار لكل لد له مقاومة، يعني نختار مقاومتين، نختار ريزيستونس أين هي ريزيستونس، ها هي مقاومة. سوف نختار ما دام أن الفولتاج قليل سوف نختار عادي ليست بقدرة عالية، سوف أختار هذه المقاومة الصغيرة ليس بمقاومة الكبيرة، وكذلك نختار مقاومة أخرى ونعطيهم المقاومة 1 كيلو كما ترون هنا 1 كيلو، كذلك هذه 1 كيلو. أوكي، نوصل، سوف أوصلهم بالطرف، سوف أوصلهم بالطرف السالب أو الموجب. هنا نختار مثلا هذا الطرف، وهنا أختار، سوف أقرب الصورة، وهنا أختار كذلك هذا الطرف كما ترون. هنا في هذه الحالة، سوف أوصله بالأسلاك التي هي موصولة بالمروحة. لقد استعملنا المقاومة، هنا تعطيها 3 فولت لكل اللد، وهنا نعطي الأسلاك التي هي عند المروحة. سوف أعطي السلك مثلا الأول من هنا، ولكن في هذه الحالة، سوف أعطي مغاير للد. إذا أعطيته هنا السالب سوف أعطي الموجب لهذا اللد، يعني يكون عكس
اللد الأول، هذه في الحالة الأولى. نختار مثلا هذا السلك الثاني، سوف أعطيه من هنا هكذا، هكذا، وهذا السلك سوف نعطيه لعكس هذا السلك للد الآخر. يعني إذا أعطينا هنا الموجب للد الأول، السالب سوف نعطيه للد الثاني. هنا نجرب التجربة ونقوم بعملية التنفيذ. ها هو اللد الأزرق مشتغل، سوف أعكس الدورة، ها هو يشتغل اللد الثاني ها كما ترون. هذا هي تجربتنا التي قمنا بها في المصعد، سوف يقوم بعملية الدوران نحو اليمين ويقوم بعملية الدوران نحو اليسار، وهذه اللدات تشتغل مرة إلى اليمين ومرة إلى اليسار وفق الفولتاج الذي استعمله. هنا استعملت 9 فولت، إذا استعملت 12 فولت كذلك تستعمل مقاومة أكبر من هذه المقاومة، وتكون المروحة تعمل كذلك على نفس الفولتاج بهذا السويتش. هذه هي فكرة السويتش. إن شاء الله أنكم تستنفعوا بهذه الفكرة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.